بتاعك ده بتاعك مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس الرابع في شرح عقيدة العوام لسيدي أحمد المرزوقي المالكي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته في الدارين أمين. ونبدأها أولا بأن نقرأها هي ملحنة لعلها تكون يسيرة الحفظ. تفضل. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمال على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تابع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد، فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وحيد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم، له صفات 7 تنتظم، فقدرة إرادة حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن فعله. أرسل أنبياء ذوي فقال بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حقهم من عراض بغير نقص كخفيف المراض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستحيل ضد كل واجب، فاحفظ ل50 بحكم واجب، تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم، هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع، لوط وإسماعيل إسحاق آذى يعقوب يوسف وأيوب احتدى، شعيب وموسى والياس عبد الكفل داود سليمان التابع، إلياس يونس زكريا يا أحيا عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام، وآلهم أتمت الأيام، والملاك الذي بلا آب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لا، تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل، منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتذى، 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها، زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير المال، وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، إيماننا بيوم آخر وجب، وكل ما كان به من العجب، خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب، نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلا، أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف ينتسب، وأمه آمنة الزهرية أرضعته حليمة السعدية، مولده بيوم
مكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتمنا قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بدين لا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها عالي وابناهما السرطان فضلهم جالي فزينب وبعدها وأم كلثوم زاجت راضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذاء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدسي يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلم من غير كيف وانفصال وافترت عليه 5 بعد 50 فارت وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج فأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سنة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها بحي جمال سميتها عقيدة العوام من واجب بالدين بالتمام. الحمد لله بدأنا بالمقدمة ثم ذكرنا الإلهيات وهو ما يجب عقلا وشرعا نسبته إلى الله وما يستحيل عقلا وشرعا نسبته إلى الله وهو ما يستوجب نقصا وما يجوز في حق الله وهو أنه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى فجائز أن يفعل وجائز أن لا يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم تكلمنا على النبوات وأن الأنبياء لابد أن يتصفوا بالفطانة وبالتبليغ وبالصدق وبالأمانة وأنهم معصومون كالملائكة وأنهم هم أفضل من الملائكة بدليل أن سيدنا آدم ربنا أسجد له الملائكة سجود تحية وتعظيم وسيدنا آدم نبي وفي صلبه سائر أنبياء ذريته فهم أفضل من الملائكة لا شك في ذلك. والمستحيل في حق الأنبياء ضد ما هو يجب عقلا اللي هي عكس الفطانة البلادة يستحيل في حقهم البلادة ويستحيل في حقهم الخيانة لأنهم أمناء ويستحيل في حقهم الكتمان وكذلك يستحق في حقهم الكذب.
والممكن في حقهم كل عرض كإيه؟ كمرض لا يستوجب نقصا، يعني لا يستوجب عجزا أو تنفيرا أو عدوى للآخرين أو شيء من هذا. هذا تكلمنا عليه بالأمس بالتفصيل. ثم أراد يتكلم اليوم في أسماء الأنبياء المذكورين في القرآن. ربنا بيقول سبحانه وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص، مش كده برضو؟ يعني دليل ان اللي احنا عرفناهم الانبياء اقل كثيرا من الانبياء اللي ربنا ارسلهم. وورد حديث ضعيف الاسناد انهم عددهم 124,000، والرسل منهم 314 او 315، وانهم 5 منهم اولي عزم. وبعض العلماء قال لك لا نجزم بانهم 124,000 مخافة أن يكونوا أكثر عددا أو أقل عددا فننفي أو نزيد، لأن الحديث ضعيف الإسناد، وضعيف الإسناد لا يؤخذ به في العقائد. ولكن إحنا نفهم أنهم جم غفير وخلاص. هو يتكلم اليوم على 25 المذكورين بالاسم في القرآن، بحيث أن منكر أي واحد من الأسماء دي نبوته يبقى كافر، لأن إحنا عندنا من عقائد المسلمين أن نؤمن بجميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد من الرسل، أي في صدق التبليغ والوحي، وإن كنا نفاضل بينهم من حيث الأفضلية لأنهم متفاضلون فيما بينهم، لكن عدم التفريق بين أحد من الرسل ليس في الأفضلية، بل عدم التفريق في صدق النبوة والوحي. فتكلم هنا على تفصيل 25 لازم. لما عدنا الأنبياء اللي ذكروا في القرآن لقيناهم 25 لازم. كل مكلف فحقق واغتنم، يعني يلزم على كل مكلف الإيمان بهم وبأسمائهم، بحيث أن محدش ينكر نبوة واحد فيهم. فحقق يعني إيه؟ يعني خذها بحق واحفظها، واغتنم هذه الفرصة أنك تحفظها، لأنه ذكرهم بطريقة شعرية سهلة حفظها. بدأ طبعا هم آدم أبو البشر، خلقه الله سبحانه وتعالى بيده، خلقه من تراب اختلط بالماء صار طين، ثم تخمر فصار طين لازب، ثم فخار، ثم نفخ فيه روحه، خلق على هيئته يعني على رجوليته، لم يخلق طفل وبعدين استنى كبر، لا، خلق على صورته الرجولية. إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورته الرجولية، لم يمر مرحلة طفولة زي إيه أبنائه بقى، يبقى على صورته إيه التي خلقه الله عليه. نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، ثم أسكنه جنته، جنة الاختبار وليست جنة المأوى، جنة اختبار، لأن جنة المأوى لو هي جنة المأوى ما هم منها بمخرجين، لكن هو خرج من، يبقى دي جنة اختبار وليست جنة المأوى. اختبره في هذه الجنة عشان يعلمه، ومن خلال تعليمه يعلم أولاده وذريته أن إبليس اللي رفض السجود له صار عدوا له ولذريته، وصار هو إمام أهل الغواية، وتجلي اسم المضل في الأكوان اللي هو إبليس وأعوانه. فلما أسكنه في الجنة أباح له كل شيء ما عدا شجرة، وقال له لا تأكل هذه الشجرة، وعاش فيها زمن طويل، لأن سيدنا آدم يقال إنه هو عاش حوالي 1000 سنة عمره، فعاش زمن طويل الله أعلم. ومن خلقة الإنسان إنه ينسى، فنسي سيدنا آدم النهي عن الشجرة، وسول له الشيطان وحلف له وقاسمه، وكان لا يعتقد أن هناك مخلوق يقسم بالله كذب، أصلا لم يتصور أنه إذا أكل منها يصير من الخالدين. والإنسان جبل على حب الخلود وادعى للمكان اللي فيه خيرات كثيرة، فأكل منها ناسيا ولم يكن عازما. وكان في شرع سيدنا آدم يؤاخذ بالنسيان، يبقى سيدنا آدم لما أكل نسيا كان في الحقيقة ليس عاصيا، لأن النسيان عذر، إلا أن الله جعله على شريعة الناسي يؤاخذ حتى يتم إخراجه من الجنة لتخرج الذرية من صلبه، لأن لو ظل في هذه الجنة لا تحمل سيدتنا حواء بعدما خلقها طبعا
ايه من جزء من جسده، كما بين النبي انها خلقت من ضلع من اضلاعه سيدتنا حواء. فلما اكل منها ظهرت سوءاتهما، يعني ايه؟ يعني بدا بقى ايه يشعر بانه عايز يتبرز، عايز يتبول. كان قبل كده الاكل من الجنه كان يخرج في صوره عرق وفي صوره رائحه طيبه، فلما اكل من المنهي عنها تولدت ايه الفضلات. فلما تولدت الفضلات ايه طفق يخصفان عليهما من ورق الجنه، ثم استغفر ربه واناب الى الله وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي راى اسمه على ساق العرش، فاعلمه الله انه لولاه ما خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم نزل الى الارض، اختلف الارض اللي نزل فيها، هل هي كان في الهند ولا في اي مكان ولا في جزيره العرب، وانه التقى بامنا حواء لما نزلوا الارض تاهوا عن بعضهم فالتقوا عند جبل عرفات، عشان كده سمي عرفات لانهم تعارف عليه. وبعدين ايه حملت منه وولد ووضعت له 40 بطنا، كل بطن فيها ذكر وانثى. وكان في شريعته ان اختلاف البطون يساوي اختلاف الانساب وحل الزواج، فكان الذكر من البطن دي يتزوج الأنثى من البطن الثانية وهكذا. وعاش حياة كريمة مع ذريته، وحدث بينهم المشكلة بتاعت ابني آدم، أحدهما قتل أخيه والحاجات اللي هي معروفة عن سيدنا آدم. ثم مات سيدنا آدم وترك رسالته لابنه شيث بعده، الذي تحمل النبوة بعده، وإن كان شيث لم يذكر بالأنبياء في 25، لكن احنا عرفنا كده من الكتب القديمة. فتحمل هذا الأمر سيدنا شيث بعده. يبقى سيدنا آدم ودفن فين؟ مش عارفين. قالوا في جبل أبي قبيس اللي هناك في مكة، وقيل في الهند، لكن الله أعلم. يبقى سيدنا آدم، يبقى آدم نبي. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا آدم هل هو نبي؟ قال نبي مكلم، كمان مش نبي ده ربنا كلمه، يبقى نبي مكلم. وإدريس، إدريس اللي هو إيه جاء بعد سيدنا آدم بقرون بقى من ذريته، بعدما انتشرت عبادة الأوثان في إيه في ذريته ونسوا الحقائق، لأن طبيعة الإنسان عايز إيه؟ عايز إله مجسد ليه صورة يلمسه كده وليه مكان يروح له، طبيعة الإنسان كده، خلقته كده. لكن الله سبحانه وتعالى لا يتصور، فكانت هذه القضية بتشغل كثير من الأمم، فابتدت إيه تتصور لها صورة لهذا الإله، فبعضه يعبده في صورة حجر، بعضه يعبده في صورة حيوان، بعضه يعبده في أي صورة كانت، حتى أنه كل شيء عبد، حتى الحشرات عبدت من دون الله. سيدنا إدريس جاء وسكن في مصر، يعني يقال أنه ولد في العراق لكن سكن في مصر بعد ذلك، واستقر حاله في مصر، وكان مشهور بالحكمة، وكان ممن يمدن المدن، يعني ربنا اداله خبرة إنشاء المدن، فيقال انه انشا اكثر من 150 او 180 مدينه حيثما حل ينشئ المدن. وكان يعرف الخياطه فعلم الناس الخياطه، وعلم الناس ايضا الطب والحكمه، وعلمهم الخط بالقلم ازاي يكتبوا، وعلمهم المواسم الزراعيه اللي يتزرع في الموسم ده واللي يتزرع في الموسم ده، يعني علمهم اشياء كثير سيدنا ادريس. وعاش فترة ودعا الناس إلى التوحيد ثم توفاه الله. ثم جاء بعده سيدنا نوح بقرون عديدة. وردت أخبار إن المسافة بين سيدنا نوح وبين سيدنا آدم إيه 10 قرون، لكن إيه الله أعلم الحاجات دي اللي أنا أجزم بها، لكن أنت هتلاقيها بعد الكتب، في كتب تحب يعني إيه تكتب أخبار الكتب القديمة اللي هي غير موثقة أصلا، لكن احنا يهمنا ان سيدنا نوح نبي من 5 أولي العزم،
وأنه أرسل إلى قومي ولبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وأنه نبئ بعد سن 40 وقيل بعد سن 50، وظل يدعو قومه إلا أنه آمن من قومه قليل في مدة طويلة، لدرجة أن قالوا حوالي 80 وبعضهم قالوا 120، اختلفوا ما تفرقش الأعداد، المهم عدد قليل. وأمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع السفينة، وأنه سوف يأتي طوفان يغرق كل من على الأرض ولا يبقى إلا المؤمنين اللي يلوذوا لهذه السفينة. فصنع السفينة في صحراء بعيد عن البحر، فيمر على قوم يسخروا منه، يقول له حد يعمل سفينة في الصحراء؟ يسخروا منه. فقال لهم إيه، إن كنتم تسخروا منا الآن فإنا منكم نسخر لما يأتي وعد الله. وكان له 3 أبناء مؤمنين، اللي هو سام وحام ويافث، وابن رابع كافر اللي هو كنعان اللي هو غرق. ولما نزل الطوفان والأرض طلعت ميتها من باطنها والسماء نزلت وانتشرت الماء في كل مكان، ظلوا في السفينة تعوم مدة يقال 150 يوم، يقال 120 يوم، أي عدد من الأيام، لحد ما استوت على الجودي، وصار كل من على الأرض أهل أهل توحيد، فصار هو المبعوث لأهل الأرض كافة اتفاقا وليس أصالة. انتشر أولاده. يافس اتجه إلى الشمال، فخرج منه الروم والأوروبيين والجنس الأبيض، وبعدين والترك وغير كده. وحام أسمر اللون اتجه جنوبا، وخرج منه كل جنس اللي هم أسود البشر، اللي هم زي الأفارقة والجنس الأسود ده. وسام ده من أبنائه، خرج منه العبرانيين وخرج منه العرب. وبعدين هود، هم آدم إدريس نوح هود. هود هو أول نبي عربي يتكلم العربية، أرسله الله سبحانه وتعالى للعرب لقبيلة كبيرة اسمها عاد، وكانت مشهورة بقوة البدن وطول القامة وطول الأعمار، وكانوا لا يعرفوا الأمراض لأنهم كانوا عايشين في بيئة صحيحة صحية، وكانوا أقوية البدن وكانوا جبارين. فأرسلهم سيدنا استرع إليهم سيدنا هود، وقصة سيدنا هود في القرآن متداولة كثيرا معروفة. ثم لما كذبوه أهلكهم بـ7 أيام و7 ليال حسوما بريح شديدة حتى اكتسهم وماتوا جميعا ولا يبقى لهم عقب. ودول بنسميهم العرب البائدة، اللي هم عاد وثمود، دول العرب البائدة لأنهم أبيدوا ولم يبقى منهم أحد بعد ذلك. مع صالح، صالح تاني نبي عربي أرسل لقبيلة كبيرة زي قبيلة عاد كده اسمها قبيلة ثمود، وطبعا اقترحوا عليه مع اللجاج إنه هو يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة، وتكون الناقة دي عشراء، وإنها تولد وإنها تحلب لبن يكفي القبيلة كلها. يعني كلها هم اللي اقترحوا كده، يعني بيعجزوه، لكن العجيب سبحان الله ربنا يعطيهم الآية على وفق ما اقترح، فتنشق الصخرة وتخرج منها ناقة عشراء، عشراء يعني حامل على وش ولادها، ثم تلد وتأتي بلبن يكفي القبيلة كلها، وتشرب يوم وتديهم لبن يوم، واليوم اللي بتديهم اللبن ممنوعين هم من الشرب، تشرب في الناقة. وظل الأمر على هذا حتى ضاقوا بهذه الناقة زرعا وقتلوها وكفروا بمعجزة سيدنا صالح، وكان عاقبتهم كسائر الأمم المكذبة، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم، سيدنا إبراهيم ابن تارح، وهو من سلالة ونسل سيدنا سام ابن نوح. سيدنا إبراهيم معروف إنه هو قصته معروفة، هو أبو الأنبياء، بدأ في العراق ودعا قومه ودعا أباه اللي هو عمه اللي رباه اللي هو كان اسمه آزر،
هو كان يصنع التماثيل اللي بتعبد من دون الله، وبعدين كسر الأصنام وواجه قومه وأرادوا حرقه وهجرهم، وأخذ معه ابنة عمه وزوجته سارة وابن أخيه لوط، هم ثلاثتهم هجروا إلى الشام بعد ذلك. وربنا أرسل سيدنا لوط إلى مدينة سدوم في منطقة الأردن، وكان انتشر فيهم إتيان الذكور، والنساء تأتي بعضها والذكور يأتون بعضهم، وكان سبب هذه الفتنة إن إبليس هو اللي دلهم على ذلك. إبليس جاء في صورة رجل جميل الصورة، إبليس نفسه شخصيا جالهم في صورة، لأنه قادر على التمثل بأشكال الشريفة وغير الشريفة، فجالهم في صورة رجل جميل الصورة، وبعدين أغراهم أن يفعلوا الفاحشة معه عشان يعلمهم إن ممكن يجدوا لذتهم بطريقة غير اللذة التي تكون مع النساء. ويقال أيضا أن إحدى بناته جاءت في صورة امرأة جميلة وأغرت النساء إن هم يضاجعون بعضهم البعض. فكان أول من دل البشرية على هذا الفعل السخيف العجيب اللي ضد كل فطرة مخلوق طبيعي كان من ورائه إبليس. فانتشر في إيه هذا الفعل في قوم لوط انتشار كبير، فسيدنا لوط نهاهم وقصته معروفة، وزوجته كانت أحيانا تخونه من ورائه وتدل الرجال على الرجال والنساء على النساء، فهي خيانة في الدعوة وليس خيانة في العرض. وكذلك زوجة نوح كانت خائنة له في دعوته وليست خائنة له في عرضه، وربنا ضرب لنا مثل ليهم إن هما امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين من عبدين، فخانتهما يعني لم يؤمنا بدعوتهما وشجعوا الكفار على الاستمرار في كفرهم، لحد ما ربنا أرسل ملائكة في صورة رجال عدوا على سيدنا إبراهيم بشروه بغلام ومن زوجته سارة بعدما جاوز 100، وكان قد رزق سيدنا إبراهيم من هاجر، لأنه لما ساب العراق ذهب إلى الشام، وفي الشام أيضا حصل نوع من الجفاف والجد فدخل على مصر، فحاكم مصر أراد أن هو يعتدي على سيدتنا سارة، فربنا عصمها منه، ثم أهداها هاجر فجاءت بهاجر، وهي كانت امرأة من أمراء مصر ضرب عليها الرق عند الملك، وكانت من صعيد مصر يقال أنها كانت من البهنسة، فأخدمها هاجر. فلما جاءت بهاجر أعطتها هدية لسيدنا إبراهيم لعله يرزق منها، لأنها كانت هي كبرت في السن ولم ترزق، فرزق سيدنا إسماعيل من أمنا هاجر، ولد في الشام، ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذه هو وهاجر ويسكنه في صحراء جزيرة العرب عند البيت المقدس اللي هي الكعبة، بعدما طمست بسبب الطوفان، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسكنه هذا حتى يكبر إسماعيل ثم يبني الكعبة للناس بعدما طمست وزالت أثرها ولا يعرفها أحد. الجماعة الملائكة اللي جم في صورة ذكور لسيدنا إبراهيم يبشروه بإسحاق، إن زوجته سارة هتحمل بإسحاق، هم نفسهم سابوا سيدنا إبراهيم وراحوا على سيدنا لوط. فلما راحوا عند سيدنا لوط افتكروهم إنهم شبان جمال، وسيدنا لوط أراد إن هو يدافع عنهم، إلا أنهم أخبروه إنهم جاءوا ليعلموه أنه يخرج ليلا، لأن ربنا سوف يأفك هذه القرية، يعني يقلبها رأسا على عقب، وسموها المؤتفكة المقلوبة يعني. ثم بعد ذلك ده سيدنا إبراهيم وكل متبع لوط، ذكر سيدنا لوط بعد سيدنا إبراهيم لأنهم مرتبطين ببعض زمانا وقرابة، وإسماعيل لأنه ابن سيدنا إبراهيم، وسيدنا إسماعيل هو النبي العربي الثالث، لأن سيدنا إسماعيل لما نشأ طفل صغير في جزيرة العرب وارتبط مع قبيلة جرهم، وقبيلة جرهم كانت تتكلم العربية، فطلع لسانه عربي،
فبقى ثم ذرية سيدنا إسماعيل بعد كده لما تزوج من جرهم أنجب 12 ذكرا، فخرج منهم العرب إيه المستعربة، وكان العرب اللي قبل سيدنا إسماعيل سموهم العرب العاربة. وسيدنا إسماعيل اختار من اللغة العربية الكلمات الجميلة الجزلة، وليست الكلمات إيه الصعبة النطق اللي هي إيه تزعج الأذن عندما تسمح. فتحولت اللغة العربية إلى لغة فصيحة جميلة على لسان سيدنا إسماعيل، وهو أيضا أول من روض الفرس والخيل. الخيل كان قبل سيدنا إسماعيل زي الحمار الوحشي كده لا تركب، فهو أول من روضها، وصارت الخيل هي ركوبة العرب بعد ذلك، وأفضل خيل هي الخيل العربي، لأن أول ما روضها هو كان سيدنا إسماعيل، وكان يعيش على الصيد، كان يخرج للصيد كثيرا، وكان أبو سيدنا إبراهيم يأتي بالبراق من الشام يشرف على تربيته فترة إقامته في مكة صغير مع أمه. ومعروف قصة طبعا زمزم، وأنها نبت خرجت من تحت عقب سيدنا إسماعيل عندما بكى، وأمنا هاجر كانت سعت 7 مرات بين الصفا والمروة تبحث عن الماء. كل القصص دي كلنا عارفينها ومتداولينها وموجودة في القرآن ونكررها كثيرا. وأنه لما كبر سيدنا أمر سيدنا إبراهيم أنه يذهب مع ابن إسماعيل يبني الكعبة ويضع القواعد من البيت. ثم بعد ذلك لما وضع القواعد وكبر سيدنا إسماعيل أمر سيدنا إبراهيم أنه هو يذبحه، فربنا فدا بذبح عظيم. وعشان كده الرسول كان يقول أنا ابن الذبيحة، ابن الذبيح الأول سيدنا إسماعيل، والذبيح الثاني أبو عبد الله لما نذر عبد المطلب إذا رزق 10 من الذكور يذبح آخرهم أو أصغرهم، وكان أصغرهم هو عبد الله. ثم فدا ب100 ناقة بعد ذلك بنصيحة حكيمة العرب في عصره كما هو معلوم. يبقى لوط وإسماعيل وإسحاق، إسحاق أخو إسماعيل وإن كانوا لم يلتقيا، لأن إسحاق كان في الشام وسيدنا إسماعيل كان في جزيرة العرب. خرج من إسحاق يعقوب وأنبياء بني إسرائيل كلهم، ولم يخرج من إسماعيل إلا نبي واحد اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذا يعقوب اللي هو ابن سيدنا إسحاق اللي هو اسمه إسرائيل، يعني يعقوب برضو اسمه إيه إسرائيل، وإسرائيل يعني زي عبد الله كده بس باللغة العبرانية. اللغة العبرانية دي تكلمها سيدنا إبراهيم لما عبر النهر هروبا ممن يطاردوه بسبب تكسير الأصنام وبعد خروجه من النار. فلما عبر النهر تكلم لغة جديدة، ربنا علمه لغة جديدة، اللغة دي سموها العبرانية لأنها تمت بعد عبور النهر، وهي دي كانت لغة إيه إسحاق ويعقوب ولغة بني إسرائيل، ويقال أن التوراة نزلت به. فسيدنا يعقوب أنجب 12 ولدا، 10 من امرأة واثنين اللي هو يوسف وبنيامين من أختها. فكان يوسف وبنيامين مكروهين من من العشرة الأسباط، وعارفين قصة سيدنا يوسف وكلنا حافظينها في القرآن، وكيف أنه تأمر إخوته عليه حتى وضعوه في البئر، ثم اشتروه في مصر وضرب عليه الربك وتربى في قصر الملك، ثم محاولة زوجة العزيز أن تنال منه ولكنه استعف عنها، ثم ظهر لهم أن يسجنوه وقصته في السجن، وكيف خرج بتأويله رؤية الملك ثم توليه الوزارة في مصر والرئاسة عشان تمر بالسنين العجاف. كل القصة دي معروفة بتاعت قصة سيدنا يوسف. ثم سكن الفيوم بعد ذلك، منطقة الفيوم، حتى في بحر يسموه بحر يوسف، شقه سيدنا جبريل بجناحه من النيل علشان يطلع المية في المنطقة دي، لأنها كلها كانت صحراء فصارت كلها بساتين، وعاش هناك في منطقة الفيوم سيدنا يوسف. ثم مات ونقلوا جثته معهم مع بني إسرائيل، خدوا جثته، وانت عارفين ان الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، ويقال ان
المصريين كانوا معروفين بتحنيط الأجساد، فلما مات يوسف وكانوا يحبوه حنطوا جسده وحفظوه. فلما أراد سيدنا موسى بعد ذلك بقرون إن هو يترك مصر ويذهب إلى الشام بأمر من الله ويعبر البحر علشان يغرق فرعون، أخذوا معهم جثمان سيدنا يوسف ودفن في الخليل على مشارف القدس مع أبيه إبراهيم، جده إبراهيم وأبيه يعقوب وجده إسحاق، كلهم موجودين في في مسجد الخليل هناك في الخليل. وأيوب، يبقى لوط وإسماعيل وإسحاق وكذا يعقوب يوسف وأيوب. وأيوب يقال إن سيدنا أيوب ده من نسل سيدنا هارون، الله أعلم، لكن هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، أصابه الله سبحانه وتعالى في بدنه وفي أولاده، رزق مال كثير وأولاد كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعله رمزا للصبر على البلاء، فقبض جميع أولاده وحرق جميع ماله وأصابه في بدنه مدة طويلة، حتى إن زوجته كانت تسعى عليه لأنه لا يستطيع مفارقة البيت بسبب شدة المرض، ومرضه كان أقعده، إلا أنه لم يكن منفرا كما يقول، إلا أنه أقعده وعزله عن الناس ولم يستطع أن يخرج من بيته فترة طويلة، وكانت زوجته تجري عليه وتسعى إليه حتى جاه الشيطان وقال لها لماذا تصبري على أيوب؟ ولماذا لا يدعو ربه إذا كان يزعم أنه نبي فيشفيه؟ ولماذا هذا التعب والعناء التي أنت فيه؟ فلما ذهبت إليه وضاق صبرها وشكت له ذلك، فقال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني دخل الشيطان بيني وبين مراتي كمان، لكن هو كان من سدة صبره لم يدعو الله. ثم دخل الشيطان أيضا بينه وبين أتباعه فظنوا أنه ليس بنبي، لو كان نبيا ما أصابه الله هذه الإصابة، فبدأوا أتباعه يكذبوا بنبوته. هذه سبب مس الشيطان في في النزغ في زوجته، ألا تصبر معه على ما هو عليه من عناء سنوات طويلة، وألا يعتقد أتباعه فيه سلب النبوة بسبب هذا البلاء، فشكى الله سبحانه وتعالى. أما الشيطان لا سبيل له عليه هو نفسه، لأنه هو نبي، والشيطان الله يقول في حقه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولا شك أن أولى الناس بهذه الآية هم الأنبياء، ثم الصالحون، فالأمثل فالأمثل. فربنا سبحانه وتعالى استجاب له وعافاه ورزقه أولاد غير أولاده ومال غير ماله، وفجر له عين لما اغتسل فيها وشرب من مائها زال المرض الباطني بالشرب والمرض الظاهري بالغسل، وكان قد حلف انه يضرب زوجته لما ربنا يشفيه علشان ضجرت منه اثناء مرضه، فربنا قال له خد ضغص من نخل واضربها ضربه واحده يبقى انت كانك ضربتها 100 ضربه، واخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا. ده كان سيدنا أيوب. لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتدى. شعيب، سيدنا شعيب كان سكن مدين، ومدين دي في منطقة تبوك، في الحتت دي بعد ما تعدي سينا كده وتخش على منطقة الأردن وتنزل جنوبا شوية تلاقي المنطقة دي كلها كانت اسمها مدين. سيدنا شعيب أرسل لمدين وكانوا بيعبدوا شجر تسمى الأيكة، وكانوا يطففوا المكاييل وكانوا يقطعوا الطرق على الناس، لأن المكان ده كان طريق قوافل تجارة، فكانوا قطاع طرق مجرمين، وكانوا يطففوا المكاييل وكانوا يعبدوا شجرة من دون الله اللي هي الأيكة. فأرسل إليهم سيدنا شعيب، وكان مشهور بأنه فصيح، حتى إن النبي قال عليه خطيب الأنبياء، ومعروف قصة سيدنا شعيب مذكورة في القرآن في عدة آيات كثيرة، حتى كذبوه وأهلكهم الله سبحانه وتعالى.
وهل سيدنا شعيب كان هو معاصر لسيدنا موسى، وهو لما سيدنا موسى راح مدين تزوج ابنة شعيب أم لا، ولا شعيب ده كان من سلالة شعيب على اسمه، زي ما يبقى واحد اسمه مثلا إبراهيم على اسم سيدنا إبراهيم، مش معناه هو سيدنا إبراهيم، فممكن يبقى شعيب ده اللي هو كان في مدين اللي تزوج ابنته سيدنا موسى لما هرب من مصر، يكون على اسم النبي اللي أرسل لمدين وليس هو نفسه سيدنا شعيب. لكن بعض العلماء قالوا كل الكلام ده مستقى من كلام بني إسرائيل، احنا ما نعرفش التواريخ بالضبط، إن شعيب النبي ده هو الشعيب اللي راح له سيدنا إبراهيم، لكن أنا لا أعتقد. لكن في فترات زمنية طويلة، وإن تملي الناس بتسمي أبنائها بأسماء الأنبياء والصالحين، فده كان رجل صالح اسمه شعيب على اسم النبي شعيب، وكان يسكن منطقة مدين، وأن كان له بنتان تزوج إحداهما سيدنا موسى لما هرب من فرعون وقومه. سيدنا هارون أخو سيدنا موسى، ولد في السنة اللي كان فرعون فيها ما يقتلش الذكور، لأن فرعون الكهنة قالوا له إن هينتهي ملكك على يد رجل من بني إسرائيل، فقال طالما المسألة كده بقى يبقى أنا أي واحدة من بني إسرائيل تولد ذكر نذبحه ونسيب الإناث، يبقى إيه أدي معنى يستحيون نساء ويذبحون أبناء. فلما بقى يقتل كل الذكور كل عام قلت الخدمة، لأنه كان بني إسرائيل بيخدموا بيعملوا خدمات وبيشتغلوا في وظائف كثيرة، وكان المصريين يتأففوا من العمل في هذه الوظائف الدنية زي تنظيف الطرق والمجاري والحاجات اللي هي كانوا بيقوموا بالوظائف الدنيئة. فلما قل عدد الموظفين الوظائف الدنيئة دي بسبب قتل الذكور، أم اقترحوا الكهنة لفرعون قالوا له خلاص انت سنة اقتل الذكور وسنة عد الذكور عشان يبقى عندنا خدم، انما نقتلهم كل على طول كده على طول مش هنلاقي بعد كده ذكور يخدمونا، فاهم؟ فابتدى بعد كده عمل نظام اي واحدة حامل يعملوا علامة على بيتها اول ما يعرفوا انها حامل، ويفضل يمروا عليها 9 شهور ويشوفوها ولدت ذكر ولا انثى، ان كان ذكر في السنة اللي هم بيعفوا عن الذكور يسبوه، وان كان ذكر في السنة اللي بيقتل فيها الذكور يقتلوه، واذا كان انثى يسبوها. واستمر الامر على هذا. سيدنا هارون ولد في السنة اللي فيها ايه الذكور براء، فعاش وعاش في حضن امه وفي بيته ما حصلوش مشاكل. ربك بقى قاهر فوق عبادي، يقول ربنا سبحانه قادر يخلي موسى يولد في السنة اللي فيها الذكور ما تتولدش، لا ربنا عشان يبين لك انه قاهر فوق عبادي يتولد سيدنا موسى في السنة اللي تقتل فيها الذكور وينجو ويتربى في قصر فرعون بالقصة المعروفة المشهورة، لان ربنا قاهر فوق عبادي. وبعدين لما كبر سيدنا موسى طبعا بعد كده حصلت المشكلة اللي أقلقته من مصر، علشان ربنا سبحانه وتعالى يريد أنه هو يكلمه في سيناء ويرسله إلى فرعون عشان يحرر بني إسرائيل من سلطان فرعون عليه. فلما حصل وهو ماشي في الشارع حصل الإيه المشكلة اللي بين القبطي وبين الإسرائيلي، اللي هو واحد من قوم سيدنا موسى وواحد من القبطي يعني مصري، بيتخانقوا مع بعض عيال شوضالية مع بلطجية عاملين خناقة في الشارع. فالإسرائيلي شاف سيدنا موسى قريبه بقى ولاد عمومة عيلة قبيلة واحدة، قال له الحقني. سيدنا موسى طبعا متربي في قصر فرعون، الراجل القبطي أول ما شاف سيدنا موسى وزقه كده قالوا إيه سكت قلبي من الخضة وخلص فمات. معروف إن في شريعة فرعون إن اللي يقتل إنسان يقتل به، ما فيش فيها. فبقوا يبحثوا مين اللي قتل القبطي مين اللي قتل القبطي، محدش عارف. بعد فترة الرجل الواد الإسرائيلي ده كل شوية يعمل خناق بيتخانق تاني، وسيدنا موسى ماشي، فقام سيدنا موسى بيلومه ويقول أنت كل يوم عامل، قال له أنت عايز تقتلني زي ما قتلت القبطي. قام الرجل التاني سمع إن ده هو ده اللي قتل القبطي فبلغ عنه أمن الدولة والشرطة، واخد بالك الفرعونية، إن عرفنا القاتل بتاع القبطي وده كان موسى هو اللي قتل وكحضرت، فهمت بقى إزاي؟ ف
فأول ما سمع كده سيدنا موسى الخبر ده، كان في رجل في 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 قصر فرعون من قوم فرعون، اللي هو يبدو ان هو ده اللي آمن بسيدنا موسى بعد كده، وقال رجل مؤمن من آل فرعون سورة الغافر. يبدو ان الرجل ده كان بيحب موسى من الأصل، فعرف ان فرعون أمر بإيه، بإلقاء القبض على موسى، فراح له وقال له إيه، اهرب وسيب البلد واطلع بره حدود مصر خالص، علشان تبقى في منطقة لا سلطان لفرعون عليه. فسيدنا موسى كان أول مرة يسافر ومش عارف، فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وبقى ماشي كده في نور ربه لحد إيه ما اخترق سيناء ودخل على منطقة مدين علشان يبعد عن سلطان فرعون تماما. والقصة معروفة إنه هو ساعد البنتين في السقية فدلوه على أبوهم، وبعدين بعد كده أبوهم طلب منه أن يتزوج إحداهما على أن مقابل المهر أن يخدمه 10 سنين أو 8 سنين. فسيدنا موسى قضى المدة بتاعته اللي هي 10 سنين، واشتاق بقى لإيه، لقرايبه وأهله في مصر، فخد زوجته ومشي علشان يروح على مصر، وتاه في الطريق. سينا دي توه ربنا أراده وتوهه علشان يدخل على جنوب سينا اللي هي منطقة سانت كاترين، اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى هيكلمه إيه بالجانب الأيمن من الشجرة، ويرسله ويبعثه إلى في ليلة شديدة الظلمة، وكان تايه واخد بالك، يعني ضل الطريق، وكانت زوجته حامل متم وعلى وش وضع، وكان هو لوحده. ففي كل الشدائد دي كلها تجتمع تقوم تيجي الكرامة الكبيرة. تملي الكرامة ما تجيش إلا مع الشدة، إكرام النبوة والكليم وكلام رب العالمين. عشان كده لما تشتد عليك الأيام اعرف إنك أنت هتترقى، اعرف كده على طول. يبقى لما يجي شدك شديدة قوي قوي اعرف إن هيبقى وراها ترقية جامدة قوي، فاصبر بقى خليك تترقى، فاهم؟ ما تقعدش تفرق بقى، لأن تملي كده. شفت أنت نبيك برضو يعني لما اشتدت عليه إزاء قريش حصل الإسراء والمعراج، كرامة الإسراء بعد ما ماتت زوجته ومات عمه وراح الطائف ورجع دخل في جوار كافر والدنيا كلها تنكرت له في هذه الشدة كلها وعامل حزنة، ربنا إيه يكرمه بالإسراء والمعراج وهكذا. يبقى إيه تملي، كلما اشتدت عليك الشدائد وصبرت جاءت الترقية الكبيرة من رب العالمين. فالمهم سيدنا موسى قصته معروفة مع بني إسرائيل وحواره مع فرعون، وإزاي بعد كده إن ربنا سبحانه وتعالى اختبر المصريين بآيات كثيرة بالمجاعات وبالقمل وبالضفادع وبغيره لحد ما تجبروا. وربنا بعد كده قال لسيدنا موسى إيه، امشي ليلا أنت وبني إسرائيل جهة سيناء، وبعدين أتبعهم فرعون نهارا. هم كانوا عبروا النهر، ربنا شقلوا النهر ومشي، ويبدو ان هو ده اللي هو خليج السويس اللي هو بتاع البحر الاحمر، خليج السويس. فبقى في طريق يابس، يعني يابس تقدر تمشي فيه، لحد ما جاء فرعون وغرق وايه وخلصنا منه واستريح. دخل سيدنا موسى طبعا في سيناء، وبعدين قال للبني اسرائيل ان انا عندي موعد مع ربي، فاعتكف حوالي 40 يوم. وكانوا قالوا له قبل ما يعتكف احنا اجعل لنا إلها كما لهم إله. عادت بني إسرائيل ان هم يريد ان يعبدوا إله له جسم، لانه طول عمرهم مجسمين الله سبحانه وتعالى. فتركهم ولسيدنا هارون وانصرف. فالسامري لما جاء الملك لسيدنا موسى يبقى يقول له الميعاد بتاع ربه اللي هيكلمه فيه، الملك كل ما يمشي يخضر الأرض تحت. السامري ده كان واحد من بني إسرائيل، كان شرير مجرم وكان كافر، فشاف الحكاية دي راح واخد أثر الرسول الأرض دي اللي اختلطت بقدم الملك، وبعدين صنع لهم عجل من ذهب اللي هم اللي كانوا خدوه من المصريين، يعني اقتنسوه وسرقوه من المصريين. قال لهم لا ده كده حرام انك تاخدوا الحاجات دي، فانا هعمل لكم بيها عجل، مش انتوا نفسكم تعبدوا اله، انا هعمل لكم بيها عجل. ورمى فيه هذا ايه الاثر من الرسول ووجهه للريح بطريقه معينه، فاصبح له خوار
فظنوا ان في نوع من الحياة وسجدوا له. ورجع سيدنا موسى بعد ما اخذ التوراة وجدهم بيسجدوا للعجل. طبعا سيدنا موسى حياته كلها سلسلة من المصائب، يعني اعانه الله على ما رأى يعني. وبعدين ايه القصة معروفة. وبعدين بعد كده ايه تابوا الى الله وانابوا، رجعوا تاني وكانوا يخافوا من سيدنا موسى، كانوا تملي بيرجعوا خوفا مش اقتناعا كثير منهم، لحد ما امرهم ان هم يدخلوا الارض المقدسه. فايه فرفضوا، فربنا ضرب عليهم التيه 40 عاما. وكان في الفتره دي سيدنا موسى التقى بسيدنا الخضر، وقصه الخضر معروفه في سوره الكهف. وبعدين عاش سيدنا موسى فتره طويله، وترك بعده يوشع اللي هو كان خادمه، صار هو النبي اللي بعده. دي قصة سيدنا موسى باختصار. واليسع، واليسع برضو من أنبياء بني إسرائيل، ولأن كل شوية بني إسرائيل تطلع منها طوائف كده يبتدعوا ابتداعات عجيبة فيخرجوا عن الصواب والحق، فربنا يرسلهم نبي. فكان من ضمنهم اليسع. وسيدنا يونس أرسله الله في نينوى في العراق، وكان أرسله ل100,000 أو يزيدون. طب أولي مش للشك، أولي بمعنى بل يزيدون، عشان بيتولدوا بيولدوا. وبعدين لما قومه رفضوا ان هم يتبعوه وحذرهم العذاب في خلال 3 أيام، فلقوا ان السماء تغيرت اول يوم وتاني يوم، فجاء هو قال انا اخرج بقى وافلت بجلدي، ما اقعدش معاهم بقى، ده بكره خلاص العذاب هيجي. فخرج مجتهدا دون ان ينتظر وحي من الله، وكان الاولى ان ينتظر وحي من الله بخروجه. فخرج، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بقضيه ابتلاع الحوت، ثم سبح في بطن الحوت وخرج. وقومه امنوا لما رأوا العذاب، فمتعهم الله إلى حين. فلما خرج من بطن الحوت رجع لقومه وعاش معاهم، جاءوا مؤمنين حلوين ورحبوا به وعاش في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. إيه ده سيدنا يونس. قال شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل. وذو الكفل برضو من أنبياء بني إسرائيل، فأرسل إليهم وعلى عادتهم بيقتلوا أنبياءهم. وداود وسليمان كانوا أنبياء وملوك من بني إسرائيل. سيدنا داود قتل جالوت وأتاه الله الملك والنبوة وألان له الحديد، وهو أول من صنع الدروع علشان تحمي الناس في القتال من ضربات السيوف. وعاش ملكا قاضيا يقضي بين الخلق، وأنجب سيدنا سليمان، وكان يحب العبادة ويحب أن يخلو لربه. وأنزل عليه الزبور، والزبور عبارة عن كتاب ليس فيه تشريعات، ولكن كتاب فيه دعوات وتسبيحات وترنيمات. فكان يقرأ الزبور يختمه كل يوم ويستره الله عليه، وأحب العبادة والخلوة. والله أراده أن يكون خليفة في الأرض يحكم بين العباد، فاختار لنفسه يوم يخلو لربه، ويوم يعمل بصنع يده حتى يأكل من صنع يده، ويوم يقضي بين الناس. فلما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين له أن هو المفروض ألا يمنع نفسه عن الناس، وأن يتعبد الله بقضاء بين الناس ولا يخلو بنفسه ويحجب نفسه عن الناس، فأرسل إليه خصمان يوم خلوته، فتصوروا المحراب. والقضية معروفة، وحكم فيها حكم عدل سيدنا داود. وعلم أن الله أراد أن يبين له أنه عليه ألا يعتزل الناس، لأن الخصومات أحيانا تكون عاجلة وغير قابلة للتأجيل، لأن قد يكون تأجيل الخصومة يؤدي إلى اعتداء الخصم على الآخر فيقتل له. فأنت لما وقال إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يعني لا تتبع حبك للعبادة فتحجب نفسك عن الخلق، فاجعل هواك بقضاء هو إرادتي منك لا إرادتك مني، واخد بالك. فبعد ذلك كان يقضي بين الناس في أي وقت شاءوا إذا أرادوا، ولم يحجب نفسه عن الناس.
وبعدين سيدنا سليمان ورث النبوة وورث الملك من أبيه بعد ذلك، وربنا سبحانه وتعالى أسال له عين القطر اللي هي النحاس. يبقى الحديد لان في يد سيدنا داود، والنحاس لان في يد سيدنا سليمان، وسخر له الشياطين والجن يعملون له ما شاء من محاريب ومباني، وكذلك علمه منطق الطير كما جاء في القرآن. وقصته معروفة مع ملكة اليمن اللي هي بلقيس، وكيف أنه جاء بعرشها في طرفة عين ثم أسلمت بعد ذلك. شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع إلياس يونس، وإلياس كان أيضا من الأنبياء الكبار، وكان بينه وبين ملك من السماء الرابعة صداقة. يعني ملك في السماء الرابعة حب سيدنا إلياس أوي، لأنه شايف أعمال صالحة جميلة بتطلع كل يوم، فتمنى من الله أنه يقابله. فنزل هذا الملك وتعرف عليه بعد إذن مولاه، فقال له سيدنا إلياس: إذا كنت تحبني فخذني معك إلى السماء الرابعة حتى أرى ما فيه. فصعد به إلى السماء الرابعة فقبض هناك، وجاء أجل وهو في السماء الرابعة ولم يقبض في الأرض، وبالتالي لا جسد له في الأرض. ده سيدنا إلياس. وسيدنا يونس معروف احنا اتكلمنا عليه، وسيدنا زكريا من انبياء بني اسرائيل ايضا، ويقال ان هو من سلاله سيدنا، من ذريه سيدنا سليمان، وهو اللي علم الناس النجاره، كان يعمل نجارا، واول نجار علم الناس النجاره كمان سيدنا نوح بالاول لما كان بيعمل السفينه من الاخشاب. وسيدنا زكريا حرم الانجاب فتره طويله من عمره حتى قارب المئة. وامرأة عمران اللي هي أخت زوجته نظرت إن اللي بطنها للمسجد الأقصى، فطلعت بنت اللي هي مريم، فكفلها سيدنا زكريا، كان هو اللي بيراعيها ويمر عليها في المسجد الأقصى ويشوف طلباتها فوجد عندها رزقا، فدعا الله في محراب سيدتنا مريم، فبشره الله سيدنا يحيى، فوضع سيدنا يحيى، وحصل خلاف بين الملك اللي كان في العصر بتاع سيدنا يحيى وزكريا وبين سيدنا يحيى، لان كانت بنته عايزه تتجوز عمها بنت الملك، وفي شريعه بني اسرائيل لا يجوز الزواج بالعم، فراحت ليحيى امرته ان هو يجيز لها هذا، فرفض، فسلطت عليه فقتل، واخذوا راسه اليها، فبمجرد دخول راسه اليها ماتت هي. ومعروف سيدنا يحيى. وبعدين سيدنا عيسى اللي هو ابني الخالة، سموهم ابني الخالة لأن ستنا مريم تعتبر أخت أم زكريا، أم يحيى. فسيدنا عيسى معروف كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح من ألقاها إليها عن طريق سيدنا جبريل في محرابها، وحملت به وكانت بنت 13 عاما وخيل 14 عاما، اختلف في السن، ثم وضعته فاتهمت به وأنها زانية، واتهم فيها زكريا لأنه هو الوحيد اللي بيدخل، فدوروا على زكريا فدخل جوه شجرة فنشروا الشجرة وقتلوا زكريا بسبب أنه تهموه في سيدتنا مريم. وبعدين سيدتنا مريم خدت ابنها وهربت ومشيت عن طريق الساحل لحد غرب النيل، فضلت ماشية لحد ما وصلت البهنسة في الرحلة المشهورة بتاعتها لحد عشان تهرب من من اللي بيطاردوها، وعاشت هناك لحد ما سيدنا عيسى بقى عنده حوالي 12-13 سنة، وانتشر خبر سيدنا عيسى لأنه كانت معجزاته كثيرة وكان يشفي المرضى ويبرد، فابتدى الملوك يخافوا من أي واحد يشتهر، فبدأوا يطردوه، فخرجت وأمرت أنها ترجع به إلى الشام مرة أخرى. ومعروفة قصة سيدنا عيسى بعد ذلك أن رفعه الله، لأن برضو ملك الرومان كان ما زال يطرده وطلب قتله وأرسل إليه، وكان دي حواريين، فواحد من الحواريين أخبر بمكان اللي هو يهوذا الإسخرطبوطي، ولا الإسخرطبوطي،
مش مهم. فالمهم ربنا ألقى الشبه على إيه؟ على هذا اليهوذا ده، فبقى هو شبه سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى نام وربنا رفعه نائما، وما قتلوه وما صلبوه، على إنه هينزل في آخر الزمان يقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بشريعة سيدنا محمد ويعيش 40 عاما ويتزوج ثم يدفن بجوار نبينا في المقصورة الشريفة. دي خلاصة قصة سيدنا يحيى وسيدنا عيسى. وطه حبيبنا المصطفى، واخد بالك اللي هو ايه كمالة 25، ذكره اخرهم لانه هو خاتمهم وان كان هو افضلهم، فذكره وطه خاتم دعغية صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا محمد غني عن التعريف، لكن هو عمل له بعد كده بقى ايه جزء كبير للتعريف هنبقى نقرأه بعد ذلك. عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام، دول الخمسة وعشرين نبي. طولنا عليكم النهاردة معلش. في بقى ايه شوية فزلكات، يعني حاجات متعلقة زيادات شوية، ان في اربعة اختلف في نبوتهم، لا نجزم بنبوتهم، اربعة ذي القرنين وعزير ولقمان والخضر، يبقى عندنا اربعة اختلف في نبوتهم. دول لم نختلف في نبوتهم، 25 دول، لكن عندنا اربعة اختلف في نبوتهم، اللي هو ذي القرنين، والرجح انه قائد تابع لنبي وليس نبيا، قائد صالح، قائد حربي صالح تابع لنبي، ده ذي القرنين. طيب عزير يقال انه نبي من انبياء بني اسرائيل، والله سبحانه وتعالى ايه جعل التوراة في قلبه منقوشة حفظها كلها، وده كان يصعب حفظها جدا التوراة، وكانت من علامات نبوتي وآية نبوتي حفظه للتوراة، وان هو ده اللي ايه ربنا سبحانه وتعالى امته هو حماره 100 عام ثم بعثه مرة اخرى حتى يبين له قدرته سبحانه وتعالى على الاحياء. هل عزير نبي ولا صالح من صالحي؟ كان صالحا ثم نبئ بعد ذلك. وبعدين لقمان، الراجح ان سيدنا لقمان رجل حكيم تابع لنبي، وانه كان من اهل النوبة يعني من جنوب مصر رضي الله عنه وارضاه. والخضر اختلف في نبوته ولا ولايته، والراجح انه نبي لانه قتل، والقتل لا يكون ايه بالالهام، لابد ان يكون وحي، وهو نفسه قال ما فعلته عن امري يعني بامر الله، دليل ان الله اوحى اليه، يبقى الراجح في الخضر انه نبي، الا انه متعبد بشريعه غير شريعه سيدنا موسى، له شريعته الخاصه وغير متعبد بشريعه سيدنا موسى. والله تعالى اعلى واعلم، ونكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. بكره بقى هنتكلم على ايه؟ على الملائكه وقصه الملائكه، قصتهم طويله قوي ممكن نقعد عليها شهر، لكن احنا بكره هنقولها بساعة على ربنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. ما احنا قضية الآزر دي تكلمنا فيها كثيرا، وقلنا ان ده عم ابراهيم وليس ابيه، دي تكلمنا فيها كثيرا جدا ايام السيرة وايام بتاع، بقالي 20 سنة بقولها، واحنا النهاردة مش عايزين ندخل في الموضوع ده بقى تاني، لان احنا قلنا كتير. احنا عارفين ان جميع اباء النبي من ابونا ادم لحد ما النبي كل اباء وامهاته كبار اهل الجنة، فهمت؟ مش من اهل الجنة العاديين، دول من كبار اهل الجنة، لان ما تفرق الناس فرقتين الا كنت في خيرهما، فدي قضية معروفة، فهمت ازاي؟ بس يا الله الجن مش داخلين معانا بكره. ها الجن مش داخلين معانا بكره؟ ايه الجن مش داخلين معانا بكره مع الملائكة؟ لا مش عايزين نتكلم عليهم، الناس متشيطانة اصلا.